احنا هون في قرب قطاع غزة، قطاع غزة هي ورانا مباشرة. احنا هون عند بيت حنون، هي في جدول صغير اسمه الحسي بالعبري زي ما شايفين، اسمه شقمة. هذا هو الشجر هاي الصغار. نشوف الجدول، جدول جاف. هذا هو الجدول، جدول الحسي. طبعا هلا جاف ما في ولا شيء. طبعا هي ما في جاف حاليا، ما في ولا اي شيء بداخله. In 300 meters, turn left. هذا صبار. صبار. صبار هاي الاسم شو استوي، هاي صبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.